الكاتب العام تاع الملعب التونسي طلال حليم. اسمعنا برشا على حكايه المؤهلين في معناها وكود سمان معناها قبل البارتي. اسمعنا ياسر على المؤهلين وفما اشكاليه وفما الفريق كاين تلكت في الموضوع معناها فما لا ما نجموش نقولوا كلام هذا، هذا كلام ما يتقبلش وما يتعملش. هذه عند الهيكل القضائي الرياضية وبتت فيه وانصفتنا فيه في الملف هذا. لا نبرئوا ذمة كل جمعية وعلى الإشاعات مش صحيح. بالنسبة لهيئة الملعب التونسي معناها يظل يرفض الطلب بتاع النادي الإفريقي، واعتدنا أن الفرق العاصمة كلها معناها تتعامل مع بعضها. في الأسبوع هذه رفضت معناها تغيير الملعب، فما إشكالية معناها حسيتوا رواحكم يلزم تلعبوا في زويتن مش في المنزل؟ احنا نلعبوا في زويت، المتعودين نلعبوا في زويت، ما فهمناش علاش باش نغيروا اليوم قرار. احنا بالنسبه لنا احنا ثابتين فيه، هذا هو، ما فهم حتى معناتها داعي لتغييره ما فهمش. والهزيمه حسيناها هكا كانها ثقيله معناها مش في الاعداد، مي حسينا هكا كانكم معناها نرفزتوا خاطر الملعب التونسي، حسيناه معناها قاعد يتدرج في المستويات كل شيء. كي جات الهزيمه هذه يظل كوبير معناها كان تقلقوا اللاعبين والمسؤولين. باركونتر الملعب التونسي معناها قاعد يقدم في موسم مقارنه بالموسم الفارغ. لي انا مانيش فني، اما باش نسالك انتم كنتوا تتفرجوا في المقابله انه يستحق الملعب التونسي ينهزم باربعه ولا لا؟ وربما انا اشو وربما انا مانيش موضوعي في المساله، اما نتصور اللي بالحق هي هزيمه ثقيله توجع. نعتذروا لجمهورنا وما يلزمناش نتخمروا وسافا سباسي بون، هزيمه توجع لكن نبنيوا عليها وكاو. بون شانس.